بس الخير أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله رواق، إن شاء الله هيك لينكس معكم ماشي منيح. رجعناكم هلأ بعد فترة نكفي سلسلة الفيديوهات لريد هات لينكس RH134 أدفانسد. طبعا نحن بالفيديو الماضي حكينا عن تقسيمات الهارد، طريقة تعليمة الاف ديسك، شرحنا فيها كيف نخلق بارتيشن، كيف نعمل له فورمات، كيف نعمل له ماونت، كيف نخلي ستارت اب مع البوتين السيرفر. اليوم راح نكفي ب جزء ثاني اللي هو بارتد. يعني بارتد هي مثل الاب ديسك، المميز فيها انه فينا نغير الليبل نحن للبوتين البارتيشن اللي عندنا. نحن عندنا نوعين من البارتيشنز، عندنا جي بي تي وعندنا الام اس دوس. الام اس دوس هي اللي كانت متعارفه مع البوتينج العادي، اما جي بي تي هي صارت مع اليو اي اف اي، حكينا عنها سابقا البوت تبعه. بتعينة البارتد، البارتد ماينس ال هي لاستعراض البارتيشنز اللي عندنا. بعد ما صار نحن بنعمل بارتد للديفيجن اللي عندنا او التقسيم اللي عندنا او الهارد اللي عندنا، مثل ما موجود عندنا هون بارتد ديف اف دي سي، هو البارتيشن اللي بدنا نقسمه احنا مثل ما عملنا بالاف ديسك. ميك ليبل للجي بي تي هي راح تكون عندنا تعيين تغيير الليبل للجي بي تي. بالاخر راح يكون في عندنا طبعا برنت هي باستعراض للبارتيشنز، والميك بارت هي لتقسيم الديسك اللي عندنا. هيك يكون محتوى البارتد موجود عندنا. رح نشوف نحن بشكل عملي كيف تقسيم الستوريج. رح نشوف على التيرمينال، بالتيرمينال رح ننتقل نحن لليوزر روت، لأنه بس اليوزر العادي ما فينا نعمل تقسيم بارتيشن. هوني رح نعمل نحن بارتد ماينس ال، رح يكون في عندنا احنا فقط جزئين بل بارتيشنز. رح نعطيها احنا كلمة بارتد بين شبيه احنا هون الهارد ديسك عندنا 21 جيجا دل ديف في دي اي. يعني احنا موجود عندنا هون هو البوت هي 1 جيجا و14 جيجا محجوزين للال في ان. رح ناخذ احنا نفس المسار اللي ديف بي دي اي نعملها بارتد. احنا صرنا ندخل هلا البي دي اي ميك بارتيشن، راح يعطينا هو شو القسم، هو بده اكستندد ولا برايمري. اكستندد طبعا هي توسعه على الهارد ديسك اللي عندنا او جزء البارتيشن اللي عندنا. برايمري راح يخلق عندنا شيء، راح نعطيها برايمري. راح يطلبنا هو بنوع الملف اللي عم نستخدمه احنا. طبعا اكس 2 هي قديمه والاكس 3 قديمة كمان، هي ال 4 اكس تي 4 والاكس اف اس هي البارتيشنز اللي عم بيستخدم فيها انه اوسع مساحة للاستخدام. ستارتد هي من وين بيبدا البارتيشنز. احنا عندنا هون شايفين هنا 14 جيجا فاصلة 30، احنا نعتبر احنا ال 15 جيجا جي بي، والان تبعه راح نعتبره بأن عندنا 21 جيجا، نحن راح نعتبره على 19 جي بي. هيك صار عندنا مقسم هذا. نعطيه احنا برنت، راح تشوفوا عندنا صار 3 بارتيشنز. بالاضافه في عندنا نيم اذا بدنا نعمل البارتيشن هذا، بارتيشن نمبر 3 نيم انا وين. احنا عم نشغل هلا على الاس دوس، ما عم نشغل على جي بي تي. نسوي داتا طبعاً اسم، هو راح يكون عندنا الجي بي تي. راح نغير الاسم. هيك احنا قسمنا الهارد ديسك للقسم الجي، يعني المفروض نحن على الهارد ديسك
div VDA راح نعطيه ما راح نفترضهم نعطيه disk minus I راح نشوف عندنا partitions هو البي دي 3 هو اللي خلقناه هذا حاليا. هيك بيكون عندنا استخدام البارت لتقسيم البارتيشنز. طبعا بدنا نرجع لتغيير الليبل لما هي كانت MS DOS نغير الجي بي تي نرجع للبارتب بيب ميك ليبل VDA 3 VTOKEN GBT وبعدين نحن انه هو مستخدم هاي الجي بي تي بتكون لسه مو مستخدمين احنا البارتيشنز ل بنعمل ميك ليبل طبعا هي تعليم ميك ليبل بس نحن انه حجزنا البارتيشنز فصار هو عنده انه مسمى فينا غيره بلا عمل له مسح جديد واخلقه قبل ما يتم معنا. هيك اصدقائي بكون خلصنا جزء البارتد وجزء الديسك. هذا فيديو تبعنا لليوم ما انه طويل زياده. الفيديو الجاي راح يكون في عندنا احنا نحكي عن السواب. السواب هو مثل الرام بس هي فيرتشوال ما انها فيزيكال راح نحكي فيها عن كيف نخلق السواب عن طريق الاب ديسك وعن طريق البارتد ونوسعها او نصير معتمدي بباقي السواب اللي عندنا نحن اذا نرجع نشوف قبل ما نفوت على نخلص الفيديو في لما انتم شايفين عندنا هون بيعطينا السواب هذا حجم السواب تبعهم او بتتذكر عن تعليمة التوب بيعطينا السواب هذا هون هو نفسه اللي كنا عملناه على الفري نرجع نعمل الفري شايفين هو نفسه هذا السواب موجود عندنا هون هيك اصدقائي نكون خلصنا هاي البارتيشنز راح نختار في عندنا السواب نحكي عنه راح يكون صغير وراح ننتقل بعديها لل virtual او logical partitions راح نقسم نهارنا هنا على ال logical كيف نستخدمها ب السيرفر طبعا اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا ونشوفكم في الفيديو الجاي شكرا لكم ويعطيكم العافيه